نصير عند فئة الأورجن. الأورجن بعد منزلين أشياء جديدة مثل الأورجن كلاب هاوس، هذا أورجن دي اكس 7، وفي عندكم بعد اللي هو الأورجن دي اكس 7 2، طبعا الاصوات جديدة. انا اعطيك بعض الاصوات الجديدة، طبعا الاصوات وايد موجودة. السترينجزات موجودة اللي هو الكاينو سترينجز، نسمع جيتار. طبعا الاي جيتار منزلين اللي هو الجديد اللي هو كلاسيك نايكل نيك. وعندك اللي هو الستيل اكوستيك فينجر. طبعا كلها اصوات سوبر ابلكيشن. عندك صوت اللي هو ريسو ستار سلاب باك، واللي عندك الريسنتور الميوتيفل، هذول الاكوستيك جيتار. طبعا اذا هنا عند الالكتريك جيتار، طبعا في عندهم اشياء حلوة وجميلة جدا، بس ما نسمع منها صوت واحد اللي هو 16 شادو ليد. في عندك الروك 16 روك هيرو،